إيران تقترب من النووي، هذا ما تستنتجه إسرائيل من تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتل أبيب ترد طبقا لهذا الاستنتاج. فرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت دعا في مستهل الجلسة الأسبوعية إلى تحرك فوري، تحرك يرى بنت أنه مع الوقت يصبح واقعيا أكثر فأكثر، مع تصريحات أمريكية تشير إلى اقتراب نقطة لا عودة في نووي إيران. حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الوقت المناسب للتحرك هو الآن، ولذا لا يجوز الاستمرار في الانتظار عبثا إلى أن تكون إيران مستعدة لتغيير نهجها عبر مفاوضات تبين بأنها غير مجدية. تصريحات بنت رافقتها تصريحات مشابهة لوزير دفاعه بني جانس حول نووي إيران، لكن جانس سلط الضوء أكثر على زاوية أخرى للتهديد الإيراني، وهي المتعلقة بطائراتها المسيرة التي تشكل مصدر قلق للمنطقة والعالم ككل على حد وصفه، كاشفا عن المعسكر الذي تدرب فيه إيران حلفائها على استخدامه. ببسيس كاشان أحد أهم الأدوات التي طورتها إيران لمساعدة حلفائها هي منظومة الطائرات المسيرة، وإيران تقوم بتدريب ميليشيات على هذه الطائرات في قاعدة قاشان شمالية أصفهان التي تعتبر حجر الزاوية لتصدير الإرهاب الإيراني للمنطقة. تصريحات غانتس جاءت لتؤكد رؤية إسرائيلية مفادها أن ممارسات إيران في المنطقة وعلى رأسها نشرها للمسيرات تدل على أن أهداف مشروعها النووي ليست سلمية، بل أن عدائية إيران ستزداد أضعافا إن هي حصلت على الحصانة في ظل قنبلة نووية. التصريحات الإسرائيلية اتجاه طهران تحمل رسالة مفادها أن التهديد الإيراني لا يقتصر فقط على النووي ولا على إسرائيل وحدها، وأن على المجتمع الدولي المتضرر من ممارسات إيران أن يحول دون حصولها على النووي، وإلا سيعاني تبعات المزيد من هذه الممارسات. نضال كنعاني، سكاي نيوز عربية، القدس.